جميلة جميلة كلك جميلة 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 كلك جميلة جميلة على صورته مخلوقة طبعته مهمة بفضله مفدية بدمه كلك جميلة أعطى قيمة كلك جميلة أعطى قيمة جميلة جميلة كلك جميلة 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 كلك جميلة. برحب فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج كلك جميلة. بحلقات ماضية حكينا عن العلاقات وتحدي العلاقات وحل المشاكل والنزاعات. ركزنا كتير على علاقة المرأة بصديقاتها النساء، واليوم رح نركز كمان على تحدي جديد بيواجه المرأة داخل إطار الأسرة والبيت. رح نحكي عن تحديات اللي بترافق المرأة ما بعد الولادة والخلفة. برحب فيكي مدلين في حلقة جديدة. أهلا وسهلا مدلين، إذا بتقدري أكتر توضحي لنا تسبب التغييرات النفسية اللي بترافق مرحلة ما بعد الخلفة. الوضع دايماً عند المرأة بعد الولادة بيكون شوي نوع من التوتر، لأنه بيكون في تغييرات أول إشي هرمونية في داخل جسمها. بتصب في عنا دايماً إحنا بنسميه الاكتئاب ما بعد الولادة. فالاكتئاب ما بعد الولادة هو نتيجة تغيير الهرمونات، اللي بعض الهرمونات تكون عالية فبتقل، وبالتالي بتشعر هي بهذا المود. هذا الاكتئاب المفروض انه ما بيدوم، يعني معظم النساء، كثير من النساء ممكن يمروا في هذا الاكتئاب اللي بيمتد هيك كم من يوم لفترة اسبوع، لكن اذا امتد زيادة فوقتها بيكون عندنا علامة سؤال، محتاجين يعني نروح نسأل، ناخذ استشارة طبيب ونعرف نتعلم كيف نتعامل مع الموضوع. المهم انه بهاي الفترة بصيبها هالقد حزن، مرات بنشوف المزاج تبكي على اي شيء، ممكن حد يعطيها ملاحظة اللي هي القد بسيطة فتلاقي دموعها يعني مش قادرة تمسكهم، تبكي بسرعة. فهذا الاشياء لازم احنا نهتم فيها، كمان نكون حساسين لاحتياجات المرأة في هذا الوقت. كمان الاشي اللي بغير من المزاج تبعها هو صدمتها في الواقع، يعني كتير مرات احنا النساء بيكون عنا هذا الحلم الحلو والتصور الرائع الرومانسي، تخيل هاي الصورة الحلوة عن ان هذا تكون ام وكل الاشياء هالقد رائعة والطفل بينام وزي كأنها بتشوف وببكيش وهادي الصورة اللي بتشوفها امرات برا مع ناس من برا، لكن او من بافلام، بس بيكونش عندها فعلا الادراك والوعي، يعني ل خليني اقول حجم المسؤوليه للامور اللي بترافق يعني مجيء الطفل، قله النوم. خليني اقول سؤالها هي لنفسها، هل راح اقدر انا اقوم بهذا الدور كما يجب؟ هل انا راح اكون ام صالحه؟ يعني كل هاي الاشياء بتكون تفكر فيها، فعشان هيك بنشوف مزاجها يعني هو بطلوع ونزول. بس ايش غير المزاج؟ يعني اذا في ست هلا عم تحضرنا، كيف مفروض تعرف اذا هي عن جد عندها اكتئاب او لا، غير انه حساسه لاي كلمه؟ هلا الاكتئاب له اعراضه يعني ثانيه، زي لما بكون قله النوم، فقدان الشهيه، عدم الرغبه في انه يعني امرات الانسان بيكون عنده هوايات امور بتمتع فيها، فبيبطل عنده اي نفس ليقوم باي شغلات اللي هو كان بطبيعته بتمتع فيها. فإذا بوصل الإنسان لهناك طبعاً يعني إنه عنا علامات يعني بتحذرنا من هذا الموضوع، بس إنه هو الإشي مش خطير عادة عند النساء بعد الولادة، مش إشي اللي بيخوف، هو طبيعي منمر فيه. بس إذا لاحظنا إنه في إشي يمكن نتيجة تراكمات من قبل، أمراض الوراثة، يعني في إشي بعامل وراثي كتير مرات بزيد احتمالية المرأة بإنه تصاب بالاكتئاب. فهاي الأشياء منصير نتطلع بالماضي، ماضي العيلة، كيف الأهل، كيف إذا الأم أو الجدة، يعني بنقدر نتطلع ونتنبأ بحدوث الإشي أو لا. أوكي، بس إن الفكرة بالعكس، أنا بشجع النساء ما يخافوا من الاكتئاب، بالعكس إنه يتوقعوا ممكن يكون في هذه التغييرات المزاجية عندها. إيش المساعدة اللي بتتوقعها أو بتحتاجها المرأة بهاي المرحلة ومن مين؟ هي محتاجة دعم يعني بشكل كامل، خليني أقول، من كل الناس اللي حواليها. هلا إحنا مجتمع عربي
مجتمع عربي يعني مجتمع العيلة. فلما طبعا في مولود جديد بتلاقي الزيارات طبعا دتهل والناس جاي تبارك صح. وكل واحد جاي بفكرة وكل واحد جاي بنصيحة. فهذا الكم الهائل من خليني أقول من النصائح اللي بتيجي فيها العيلة والأصدقاء على الأم لما يجي البيبي بسبب له الإحباط يعني حقيقة. فإحنا محتاجين نوفر دعم بأنه نساعد يعني كتير مرات في احتياج المرأة أنه حدا يطبخ لها طبخة يكون مرات موجود في البيت للمساعدة في البيت، لكن هي مش محتاجة لنصائح كيف تتعامل مع الولد وكيف تغير له وانت ترضع وكل هالأمور. بصيبها إحباط لأنها بتشعر كأنها تعليمات هي تعليمات وبتشعر كأنه هي مش الامرأة الصالحة لأنها مش قادرة تدبر حالها. فهي محتاجة طبعاً دعم، لكن الدعم مش بالنصائح والأوامر. فعلاً زي ما ذكرت أشياء مساعدات اللي حواليها، محتاجة كتير دعم من الرجل اللي فعلاً يشعر بالأشياء اللي هي بتمر فيه، محتاج فعلاً يدرك التخبطات المخاوف اللي هي عم بيراود ذهنها وفكرها. كمان هو محتاج ياخد دور في هذا الموضوع انه يساعد مع الام ان كان في تغيير البيبي وبناء العلاقه بينه وبين الطفل. هلا اللي انا بدي احكيه كمان مهم جدا جدا انه المراه بهذه الفتره ما تركزش على ولا شيء على ولا شيء غير علاقتها هي والطفل. يعني زي ما احنا عمالنا بنحاول بهذا اكيد رح تاثر بجوانب ثانيه 100% وعمالنا بنحاول بهذا البرنامج نوعي المرأة على كينونتها وعلى طبيعتها. وحكينا عن العلاقات، حكينا عن موضوع انه هي عنصر وعامل ايجابي ان كان في اطفاء نوع من حتى خليني اقول ايجابية بعلاقات حواليها. فهون انا بدي اشدد انه واحدة من الاشياء الاساسية على دور المرأة في هاي الفترة من الحياة هذا الموسم هو علاقتها بينها وبين هذا البيبي. فبدل ما تنحصر في التفكير بأنه كيف بدي أدبر حالي وكيف بدي أرتب البيت وفي أمور أنا يعني معلش تأخذ استراحة من واجباتها يمكن وعلاقاتها الثانية. لازم تأخذ استراحة ولازم ترتاح، ولما منقول لما الطفل ينام هي تنام تأخذ قدر كافي من الاستراحة حتى تقدر يكون في عندها تركيز عليها وعلى الطفل. وهون بحكي مش بس تسديد الاحتياجات الأساسية من رضاعة ونظافة وتغيير ونوم، احتياجات الطفل النفسية. تعرفي ماتيلدا كل وقت كنا نحكي عن أشياء اللي هي بتسبب للإنسان من خبرات ماضية صح. من تأثيرات بتعامل وعي أو غير واعي من أهالينا من الناس المسؤولين عنا من المدارس كيف بتأثر على نمو شخصيتنا. فأنا أحب فعلاً أنه أبعت هاي الرسالة لكل أم، هدفك في الحياة هدفك وفي هذا الموسم من الحياة هو هاي العلاقة الحميمة بينك وبين طفلك، وننسى كل المسؤوليات التانية. في رح تترتب البيت مش رح يتكركب هالقد، في له وقت، بس أني أحط سلم الأولويات. ليش كيف ممكن يعني أشتغل على نفسية طفلي بهذا الوقت بطريقة عملية؟ ممكن. واحدة من الشغلات الأساسية اللي مدهاش هالقد مجهود وكأنه بيطلع من الإنسان بطريقة طبيعية هي فترة الرضاعة. هاي فترة مهم إن المرأة تتمتع بأنها ترضع المولود وكأنها تغدق عليه بكم هائل من المشاعر والعواطف، الحب، الحنان، الدفء اللي بيطلع من هاي العملية اللي هي طبيعية أوكي. الله أعطانا إياها. لأن هاي العملية بتخلي الطفل، واحد من الأشياء بيقول تسديد الاحتياجات النفسية عند الطفل، تخيلي عمر سنة ونص ما تحت، احتياجه الوحيد بهاي الفترة هو يشعر بالثقة إنه الشخص اللي أنا بتكل عليه وهي الأم بهاي الفترة أكتر من الرجل أوكي، هاي العلاقة المزدوجة اللي بينه وبين أمه يشعر إنه هو واثق فيها بأنها تمد له بكل احتياجاته. فبتعرفي شو بيربي عند الإنسان؟ الثقة بالآخرين. يعني كتير مثلاً منقول هذا الإنسان شكاك أو بيثقش بالناس، أو حتى شخص بالغ بيجي بيقول لك بيعترف أنا بثقش في حدا. طب من وين جاي هاي؟ تعرف إنه علماء النفس بيقولوا إنه هذا الإشي بيرجع لأول 3 سنين من العمر، وبالتخصيص سنة ونص وما تحت إذا الأم كانت
فعلا حاطة الطفل هو مركز الاهتمام. بس كيف ممكن أنا أكسر ثقة طفلي فيي بهاي الفترة؟ بالضبط هذا الموضوع اللي جاي أحكي فيه، اللي هو بسموها التواجد الشبه مستمر في حياة الطفل. التواجد الشبه مستمر في حياة الطفل يعني، اسمحوا لي أنا دايما بحكيها، إنه ما فيش مجال للعمل بهذا العمر. يعني العمر سنة ونص إلا إميات، خلينا أقول مضطرين فعلا ضيقة مادية، يعني إذا ما عالت البيت ما فيش حدا تاني يساعد، يعني الوضع عن جد صعب، وبدون ما هي ترافق شريك حياتها فهذا الموضوع كأنهم مش رح يقدروا يعيشوا ويعيلوا أنفسهم من ناحية بحكي مادية. لكن إذا في الإمكانية أنا بقول بشجع كل النساء، ضحي لفترة معينة من الرفاهة، ضحي لفترة معينة من فعلا التربح من قول المادي، يعني انه يكون عندي بوفرة اكون عقدي، لكن اعطي هذا الولد احتياجه وهي الطفلة احتياجها. ليش بحكي هيك؟ كل شيء بالدنيا بتقدري تسترديه بعدين وتشتغلي عليه، الشيء الوحيد بنفعش يرجع لورا الزمن، والاستثمار اللي بنحطه باولادنا بنفعش اتندم يوم من الايام واقول يا ريتني. أوكي، وإذا أنت ما كنت تعرفي هاي المجال إنك تعرفي. وعادة علماء النفس بيشجعوش قبل عمر 3 سنين ينحط الطفل في دور الحضانة. أوكي، هلأ منقول استدعت الحاجة وحطينا أولادنا، بقدر أقول إنه محتاج إنه نعمل إشي ليساعد لتسديد الاحتياجات هاي. واحدة منها اللي هي قضاء وقت مع الولد حتى الرضيع، حتى الرضيع اللي أنا بعدين فعلا مدام أنا أعطيت للساعة واحدة تنتين شغل وأعطيته حقه، بدي أرجع للبيت لحط الغسيل، لحط الطبيخ على شقة، لحط كل المسؤوليات. مدام أنا عم بختار أنه هذا أسلوب حياتي فبدأ أعرف أرتب هلأ الوقت لطفلي، فأني أقضي وقت معي. التلامس الجسدي من أهم الاحتياجات اللي بتوفر الاحتياج النفسي لهذا الطفل بهذا العمر. التلامس الجسدي، التواصل البصري بيني وبينه، وفعلا إغضاء، يعني من إغضاء الطفل بالحب والحنان بهي الفترة، وفعلا احتوائه. مع أنه في فكر بقول على أنه نطلع بعيون الطفل أنه أصلا بكون مش شايف لعمر سنة، بس ممكن غلط. لا، هو بيشوف. هو بيشوف أول الفترة من عمره، يعني بيكون يشوف ل 30 ل 50 سنتيمتر، بعدين بتوضح له أكتر، بس هو بيشوف. ومهم لإله يعني هذا التواصل. بالإضافة بعدين لازم يكون لكل أم تعمل مع طفلها روتين يومي. أكتر إشي متعب للأطفال هاي المفاجآت اليومية. كل يوم عندنا برنامج، كل يوم في طلعة، كل يوم حدا فجأة بنط علينا بزورنا. فهذا التخبط اللي ممكن يصير بحياته أو روتينه اليومي، إذا ما فيش روتين فبيسبب للإنسان شخصية مهزوزة. الروتين بيساعد للإنسان يكون شخصية متماسكة وشخصية منظمة من جوا فعلا. فعشان هيك منقول الروتين كتير مهم لحياة الطفل. لأنه تبدو كلمة روتين كأنها سلبية. الروتين مش إشي سلبي، الروتين كل إنسان محتاجه، لكن عشان ما أورجيش إنه الإشي كأنه خليني ممل، ما ممكن كمان نكسره، دايما بقول مع إمكانية بعض المرات نعمل إشي خارج. الفكرة بالروتين إنه في ساعات معينة للنوم، في عادات تسبق النوم، التغسيل، التغيير، يمكن القصة، هدهد التربية على الطفل، ففي عادات معينة لقبل النوم. نفس الشيء في أوقات معينة خلال النهار، لما بيصحى إيش الأم بتعمل، كيف تبدأ النهار معه، كيف بتنيمه، هاي الأشياء هي روتين تبدأ من الرضاعة، فترة الطفل ما هو رضيع وبتكمل معه. كتير كتير مهمة بضلني أحكي لتماسك وشخصية الطفل، كأنه بكون الطفل متوقع إيش رح يصير، وهذا صحي. لازم يكون متوقع إيش اللي عم بيصير، صحي. أوكي مدلين، مثل ما ذكرتي قبل إنه هالقد مهم للطفل تكون الأم تواجدة كل الوقت تقريباً في أول سنة أو 3 سنوات حتى من عمره، بس إيش المانع إنه نجيب طرف ثالث ممكن يساعد، يأخذ دور الأم إذا هي بدها تشتغل، ممكن الأخت أو الأم أو الحما؟ في إشي بعلم النفس بسموه التعلق الآمن، وصاحب هاي النظرية اسمه جون بولبي وميري إنسورث. ف
فهدول الأشخاص فعلاً ركزوا عن هذا الاحتياج اللي لازم يتواجد بين هاي العلاقة اللي فيها هذا التلامس الجسدي والتواصل والعواطف اللي لازم ياخدها ويشبع فيها الطفل من خلال أمه. هلا بدي أعطي مثال عن أطفال اللي ما بتكون عندهم هذا التعلق الآمن، عشان تشوفي قديش تأثير هذه المرحلة على حياة الأطفال وإحنا ما بننتبه لإلها. هلأ الأطفال اللي ما عندهم تعلق آمن بسبب عدم تسديد هذا الاحتياج عندهم، لما تحطيهم بأي محل عند طرف ثالث، إن كانت دور الحضانة أو إن كان عند شخص قريب، فبتلاقي بتودي الطفل لهذا الشخص الطرف الثالث، والطفل ممكن يظهر عدم اكتراث لوجود الأم أو عدم تواجدها. فمثلاً ممكن يبعد عن الأم وبدون ما يقول باي، ولا يشعر حتى في أنه هي الرهبة من أنه تركها. هلأ في ناس بيقولوا لي شو بلادنا اجتماعيين وبروح بسألوش فيي، أنا عندي علامة سؤال، هذا مش اجتماعي. لما بهذا العمر أنه الطفل مش شاعر برهبة أنه يترك هذا المكان الآمن، وهذه الفترة الأساسية لتكوين الشعور بالأمان عند الإنسان. اوكي، فهذه هي مؤشرات انه في إشي ناقص. يعني طبيعي لما الطفل يصير يبكي هذا الطبيعي، وطبيعي انه كمان الغلط انه مثلا لما نوديه لمحل انه نهرب من وجهه او نهرب، كيف الامراض بالحضانات بيقولوا انه نلهي ونهرب، انه روحي هي وملهي، هذا غلط، بخليه يشعر بعدم الامان، بصير عنده كانه توقع للفقدان بطريقه يعني فجائيه، بدل من بالعكس أي ماما باي، هيني بقول لك باي وخليه يبكي. هلأ عدم كمان التعلق الغير آمن، مش بس إنه بيروح بدون ما ينتبه للبيئة والناس اللي حواليه ويكون عماله بتواصل. شوف الطفل اللي عنده تعلق آمن بيبعد وبضله تستينج، يعني يختبر الماما موجودة، بيبعد كمان شوي بيختبر الماما، بروح وبعود بيرجع، هذا تعلق آمن. هلا في كمان علامة لتعلم غير آمن، إنه إذا بتغيب الأم وبترجع على المحل اللي الطفل موجود فيها وما عنده وما بيعطي أي مبالاة وأي اهتمام لوجودها أو عدم وجودها، فما بيجي حتى يركض لإلها ويحبها. تسمع إميات كتير بعانوا عندهم شعور يعني هيك داخليا بيقولوا إنه ما بيسأل علي، هذا سببه إنه انترك في الفترات هاي اللي هو أصلاً كان من احتياجه لتطوير وتنمية وفعلاً تسديد الاحتياجات العاطفية اللي عنده من خلال علاقته مع أمه. هلأ أنا بحب أربطها فعلاً بالكتاب المقدس اللي أقول إنه فعلاً لو إيش بورجينا العلم، الكتاب المقدس كل مرة بيحكي إشي إله عمق وبعلمنا إشي. فبتكوين في البداية حتى بعد الخطية الله قال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولاداً. أنا أؤمن إنه الوجع مش وجع الوضع نفسه فقط، الوجع هو التضحيات، الوجع هو الأشياء المرأة بإرادتها بتصير تاخد تنازلات عنها بسبب إنها تربي أولادها. بالوجع تلدين الأولاد، الأولاد مسؤوليتنا إحنا كأمهات. وأنا دايماً بشجع يعني نساء بيكونوا درسات، بحبوا يروحوا يتطوروا في مجالات ويعملوا. أنا نصيحتي بقول إنه أعطي الوقت، أعطي الولد حقه، بعدين لهاي الأشياء رح يجي موسمها. فعشان هيك فيها وجع، فيه تنازل، فيه ترك الأشياء، فيه أحط طموحي وأحلامي وعلى شقة. وبدي أقول كمان بصراحة أسهل للأم تشتغل برا من ما إنها تقضي أوقات بالبيت. شغل البيت، شغل الأم مهمة صعبة شاقة بصراحة، فأسهل إن إحنا نختار نشتغل برا ونسلم المسؤولية لحدا تاني، وأكيد ما رح يقوم بالدور زيك، أكيد ما رح. لو كانت سته ما رح تقوم في الدور زيك، مين ما يكون أقرب الناس لإله، لأنه الأم غريزتها تجاه أولادها مختلفة. كمان الأم حتى في تربيتها واحتضانها للطفل في كمان عندها ضوابط، إنه بتعرف وينتا يبكي وينتا تحمله. يعني في هذا اللي منسميه لقدام، محتاجين كمان الأولاد يوصلوا لإله، اللي هو الديسيبلين، اللي هو فعلا زي التربية اللي إحنا نعلم أولادنا عليه. فهذا الإشي كمان صحي مش حيلقوه برا.
بشكرك مدلينة، هاي الحلقة كتير مفيدة، أنا استفدت شخصيا. مشاهدينا بشكر متابعتكم، استنونا بحلقة جديدة وموضوعات مفيدة، ربي يكون معكم. جميلة جميلة.